خدم يخدم على روحه، خدام على روحه مسكين، رايح مادي سلعة ماديها ترونسبور، وما رايح هو صاحبه هذا أبو مدين تاع لغوات المخلوق، وخارجين موريتانيا. كي عاد في الخرجة قد في تيندو في العشية عيط لنا قالنا راني رجلت وراقي جي ست مريقل كلش مريقل، وراني خارج معول على ربي. خرج عول على ربي قال لي، وقالوا مشى واحد 100 كيلومتر هكذا وقرا وباتوا. كي قراو باتوا الصباح المهم سمعنا الفاجعة هذه، قال لك راه من الصباح هما يتقهوا وضربوهم طيارة هكذا بصاروخ. ضحية الشهيد إن شاء الله عند ربي، شطم أحمد مدعو بالخير. إنسان خدام على روحه على وليداته، راح سافر يلعب الخبزة يخدم على شره، قصفوها خويا. قالك ما عدنا ما نقول نحتسب عند الله شهيد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لأنفسنا وعائلة شطم بصفة خاصة، وورقلة بصفة عامة، والجزائر بصفة أعم، في ضحايا الثلاثة الذين وقعوا جراء الاعتداء الجبان على مستوى محور نواكشوط ورقلة منذ يومين، في الوقت الذي كان فيه جزائريون يحتفلون بذكرى عظيمة وهي ذكرى 67 للثورة المباركة، يقع هذا الاعتداء الجبان في توقيت ربما تتأزم فيه العلاقات ونحتاج فيه لا أكثر ضبط النفس. لكن يبدو أن المسؤولين عن هذا الاعتداء لا يريدون، أو من تورط في هذا الاعتداء لا يريد أن تكون هناك سكينة، يعني الرد المناسب على من قام بهذا الاعتداء الجبان الذي يقع يعني تحت طائلة الأفعال الموصوفة بالغدر ضد يعني مدنيين عزل أثناء رحلتهم يعني في رحلة تجارية. نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الضحايا في هذا الاعتداء الجبان الهمجي، والذي نعتبره اعتداء على كل الأعراف والمواثيق الدولية وانتهاكا لحقوق الإنسان. هؤلاء الضحايا كانوا أبرياء عزل، لا هم لهم إلا في يزودوا في مهمة إنسانية عملية. واش الذنب نتاعهم؟ الذنب نتاعهم أنهم كانوا يخدموا على روحهم. احنا نطالب رئاسة الجمهورية كمنظمة دولية، نطالب رئاسة الجمهورية والسلطات الجزائرية التدخل والتدخل الجاد والرد بحزم على مثل هكذا اعتداءات التي هي تمس بمواطنين الجزائريين وبالسيادة الوطنية.